ورد حديث يحسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل السيئات ليتمنون أنهم ازدادوا منها، لقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وليس معنى هذا أن يبيح الإنسان لنفسه بارتكاب السيئات، وإنما هذا تفضل من الله عز وجل على العصاة وبلسم لهؤلاء المرضى، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ففيه تقرير بأن ابن آدم عرضة للوقوع في الزلل، فمن وقع لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته عز وجل.